أهلا بكم. أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في مصر عن قرار جديد لدفع رسوم القيد الجامعي للوافدين من دون استثناء السوريين الحاملين عن الشهادة الثانوية المصرية كما جرت العادة. وجاء في نص القرار الذي نشرته الإدارة عبر معرفاتها الرسمية أنه على الطالب أو الطلاب الأجانب دفع ما يصل إلى 2000 دولار أمريكي مقابل القيد الجامعي عند التقدم للتسجيل في الإدارة العامة للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي، ومن دونه لا يمكن التسجيل الرسمي بالجامعات الحكومية أو الخاصة. هذا وأثار القرار قلق العديد من الطلاب السوريين وباتوا يعلقون الأمل على صدور إعفاء يشملهم. قالت شبكة عين الفرات المحلية إن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام باشرت بهدم المنازل المدمرة في حي كنمات بمدينة دير الزور واستخراج الحديد منها بهدف السرقة. وأضافت الشبكة أن العمليات جاءت تنفيذا للعقد المبرم بين محافظ دير الزور فاضل نجار وقائد الفرقة الرابعة في المدينة، مشيرة إلى أن العمليات تأتي في ظل استمرار الميليشيات الإيرانية بمنع أبناء مدينة دير الزور من إعادة ترميم وتأهيل منازلهم المدمرة. يذكر أن العديد من التقارير الإعلامية أكدت أن الفرقة الرابعة امتهنت سرقة المنازل المدمرة، وذلك بحجة إزالة الردم ومخالفات الحرب أو التمهيد لإعادة إعمار المنطقة. توفي شخص وأصيب 24 آخرون بحريق اندلع فجر اليوم السبت بجراح المرضى في مشفى ابن رشد للأمراض النفسية في حي العباسيين بدمشق. هذا وقالت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته إن أسباب الحريق لم تعرف حتى الآن، وإن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده بعد نصف ساعة من اندلاعه، مشيرة إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى مشفى ابن النفيس لتلقي العلاج وجميعهم بصحة جيدة على حد وصفها. يذكر أن حريق المشفى يأتي بعد أقل من أسبوع من اندلاع حريق ضخم في حي ساروجة الدمشقي القديم. اندلع حريق كبير في اللاذقية تسبب بدمار 70 دونما من الأراضي الزراعية في ريف المحافظة. وبحسب ما نقله موقع أثر بريس الموالي عن جلال داود مدير الدفاع المدني التابع للنظام في اللاذقية، فإن الحريق لا يزال مجهول المصدر، واحتاج إخماده إلى 6 إطفائيات من فوج الإطفاء إلى جانب فرق من الدفاع المدني ودائرة الحراج. يذكر أن مديرية الأرصاد الجوية حذرت في وقت سابق من حدوث حرائق في الغابات والمناطق الحراجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مطالبة بعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة. دانت مقررة أممية خاصة الاحتجاز الجماعي للأطفال في مراكز الاحتجاز التي تديرها قسد في مناطق شمال شرق سوريا. وأشارت في بيان لها عقب زيارتها إلى سوريا إلى أن الاحتجاز الجماعي للأطفال إلى أجل غير مسمى ومن دون إجراءات قانونية ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه على الفور، معربة عن قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق للأطفال والمراهقين السوريين ومن الجنسيات الأخرى، ومناشدة جميع الدول التي لديها رعاية محتجزون في شمال شرقي سوريا أن تفي بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان وأن تعيد مواطنيها إلى أوطانهم. أعربت وزارة خارجية كندا وهولندا عن أسفهما لإرجاء جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص التعذيب في سوريا، وذلك بعد الالتماس الذي قدمه النظام للمحكمة في آخر دقيقة لإرجاء الجلسة. هذا وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزارتين بأنهما تأسفان لتأجيل جلستي الاستماع اللتين كانا من المزمع عقدهما في 19 و20 من تموز الجاري إلى 10 و11
الحادي عشر من شهر تشرين الأول. كما أشار البيان إلى وجود أدلة دامغة على ممارسة نظام لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري. يذكر أن كندا وهولندا رفعتا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 8 من حزيران الماضي لمحاسبة النظام على انتهاكاته بحق السوريين.